مرحبا المتتبعين الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. وحيد خيلوزي يتجه لإعادة احد لاعبي المنتخب المغربي في ودية منتخب امريكا. يتجه الناخب الوطني وحيد خيلوزي لإعادة احد اللاعبي للمنتخب المغربي بعد غيابه عن مباراتين الماضيتين امام الكونغو الديمقراطية في الدور الفاصل من تصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وأوردت المصادر أن لاعب أليكمار الهولندي زكريا أبو خلال تلقى تلميحات من المساعد خيلوزي سفيان جيلي ليكون حاضرا مع المنتخب المغربي في ودية مقبلة أمام الولايات المتحدة الأمريكية. وتابع أيضا أن اللاعب سيكون في المباراتين المقبلتين للمنتخب المغربي بتصفية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 أمام جنوب إفريقيا وليبيريا. وأشارت المصادر إلى أن اختيار أبو خلال جاء لتعويض لاعب واتفورد الإنجليزي عمر اللوزة الذي خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.